اهلا بحضراتكم من جديد في موسم تحطيم الارقام القياسيه، لكن خليني اقول لكم كل الناس اللي كانت عايزه تطمن على الكابتن محمود الخطيب، كل الناس اللي اهتمت انها تسال عن صحه رئيس النادي الاهلي، يقدروا بكره الساعه 1 الظهر على شاشه قناه الاهلي يتابعوا كلمه مهمه جدا مسجله من الكابتن محمود الخطيب بيهني فيها اعضاء وجماهير النادي الاهلي وكل الاهلاويه في كل مكان بمناسبه مرور 111 سنه على نشاه النادي. بكره الساعه 1 الظهر بث هذه الكلمه متلفزه، ثم بعدها تنزل مباشره على الموقع الرسمي للنادي الاهلي، ويتواصل احتفال قناه الاهلي بهذه الذكرى التاريخيه الكبيره، مرور 111 سنه على نشاه النادي، في من الساعه 5 بدايه بث احتفالي كبير من خلال احتفاليه كبيره واستضافت عدد كبير من كبار الشخصيات والرموز الرياضية، ثم نقل لاحتفال بالألعاب النارية في النادي الساعة 6 مساء، ويتواصل الاحتفال على مدى 3 أيام ينتهي مع صفارة مباراة القمة يوم الخميس، يعني 3-4-5 احتفالات متواصلة عبر شاشة النادي الأهلي احتفالا واحتفاء بمرور 111 سنة يا باشمهندس على نشأة النادي. كل سنة وانت طيب. وانت طيب، مناسبة مهمة جدا. بإذن الله يعني نبقى حريصين على الاحتفال بمثل هذه المناسبات بما يليق. عايز جماهير الأهلي تعيش هذا الزهو وهذا الفخر وهذا التاريخ. لكن بمناسبة الاحتفالات، هو اتحاد الكرة مش ناوي يحتفل بتسليم الأهلي درع الدوري؟ ولا حس ولا خبر ولا إمتى. وبعدين وكأنه يريد ألا يسلم درع الدوري عقب نهاية مباراة الزمالك. تحكيم مصري. لا يا جماعه، راجعوا النبي عشان خاطر التحكيم المصري، راجعوا هذا القرار شديد الخطوره. طيب، يتواصل تحطيم الارقام القياسيه. الاهلي امبارح مع فوزه على بتروجيت 2-1 رغم ضمانه الحصول على لقب الدوري، لكنه استمر في تحطيم ارقام قياسيه خاصه به جدا. هنشوف بعض المواقع الالكترونيه عنوانت هذا الفوز للأهلي. الموقع الرسمي للنادي قالت الأهلي يفوز على بتروجيت 2-1 في مباراة تحطيم الأرقام القياسية، وده اللي قاله موقع في الجول. الأهلي يهزم بتروجيت في رحلة تحطيم الأرقام القياسية، لأن في رقمين اتحطموا في المباراة دي بالظبط. موقع 1-3 قال الأهلي يستعد للزمالك بثنائية في مرمى بتروجيت. موقع صدى البلد الاهلي يواصل تحطيم الارقام القياسيه بالفوز على بتروجيت 2-1. موقع الوطن الاهلي يهزم بتروجيت بثنائيه ويحطم رقم الترسانه في الدوري. وموقع الشروق قال ثنائيه اهلاويه في بتروجيت تقوده الى رقم قياسي جديد. ويلا كوره، اهل الارقام القياسيه يتجاوز بتروجيت استعدادا للقمه. الاهلي الحقيقه بهذا الفوز كسر رقم مهم جدا، رقم صامد للترسانه بقاله من كام؟ 54 سنه. عشان تشوفوا، على فكره الناس في الغرب او في اوروبا والدول المتقدمه اهتمامهم واحتفالهم بالارقام القياسيه هو احتفاء بالتميز الفردي. ازاي الانسان يتغلب في قدراته عن الانسان اللي كان قبل منه. فلما يكون نادي الترسانه بقدراته التهديفية الكبيرة اللي كان عليها من 54 سنة عنده رقم قياسي صامت كل هذه السنين، لأن كان عنده هداف صاحب الرقم القياسي، هداف أسطوري اسمه الشاذلي، يقوم جايب في الدوري وقتها 71 هدف. وإذا بالأقدار تخلي الأهلي لما يكسر الرقم يكسره برقم 72، الرقم العزيز على الوجدان الأهلاوي، الرقم حتى اللي الناس يعني بترفعه كرقم لشهداء الاهلي في واحده من اصعب الظروف التاريخيه في بورسعيد، مجزره بورسعيد. فيكون رقم 72 هو الشاهد على تحطيم هذا الرقم القياسي. بصوا مفارقات القدر. ترسانه رقمها يصمد 54 سنه عشان الاهلي يكسره ب 72. سجل الاهلي هدفه ل 72 امبارح عشان يكسر هذا الرقم اللي الاهلي كان قبل كده عنده 70 هدف. قوي قوي الجولين بتاع سعد سمير، ارتقاء هائل، الكره بتاعت مروان محسن
ازاي حضن وازاي جري وحضن وحطها في فكره في لعبه واحده اثناء خروج حارس المرمى. طمنتني جدا على مروان محسن هذه اللعبه. يخرج وليد ازارو هي دي بقى الهداف، ينزل مروان محسن فده يسجل. دي اللي عجننت عليا اصابه وليد. طبعا عندنا ماتش مهم بتاع الزمالك تتمنى ان يكون موجود فيه. الجدول ده يا جماعه بصوا ترتيب الانديه اصحاب الاعلى تهديفا في تاريخ الدوري، هتلاقوا معظم الاهلي يعني في موسم 2017 2018 الحالي الاهلي صاحب هذا الرقم ب 72 هدف، الترسانه عنده 71، الاهلي عنده 70، الزمالك عنده 69، الاسماعيلي عنده 66 هو والترسانه قبل كده، الاهلي كان عنده رقمين قبل كده 65 و65 في موسم 2015 2016 و14 15، والزمالك عنده 64 زي الاهلي وزي الاسماعيلي في مواسم سابقه. اذا رقم ال 72 بصوا قيمته كانت عامله ازاي. الفرق الاكثر فوزا في الدوري هتلاقيها الاهلي صاحب هذا الرقم. الاهلي فاز في الدوري 27 مره، ده رقم قياسي حققه هذا الموسم. يكسب 27 مباراه في الدوري. كان قبل كده الرقم الاقرب رقم الاهلي والزمالك 26، الاهلي كان عامله في موسم 75 74 وقلت لكم ان هي من المفارقه العجيبه انه يكون الرقم الصامد كان للكابتن محمود الخطيب وهو يقود هجوم الاهلي فيحقق ساعتها 26 انتصار، ولما يقود النادي الاهلي كرئيس للنادي يحقق 27 انتصار ويحطم الخطيب الرئيس يحطم رقم الخطيب اللاعب. هذا الجيل من اللاعبين في جيل الاهلي الحالي بقياده حسام غالي اللي اعلن اعتزاله هيحسب لهم تاريخيا تحت قياده الكابتن حسام البدري بعد ما كسبوا الدوري مبكرا تفرغوا لتحطيم ارقام قياسيه لناس ظلت ارقامهم ثابته لسنين طويله. الاكثر فوزا والاكثر تهديفا. ايوه ولولا تعادل سموحه لكان برضو عمل رقم ثالث. شوارب بيمتعنا باهداف الاهلي ال 72 بقى. تباعا هتتفرجوا حضراتكم على ال 72 هدف اللي سجلهم الاهلي خلال الموسم واللي بيهم حطم الاهلي رقم الترسانه. كابتن حسام البدري المدير الفني بياكد في المؤتمر الصحفي بعد المباراه انه مكاسب الفوز على بتروجيت كتيره لكن الخساره الكبيره فيها اصابه وليد ازارو. وقال الكابتن حسام البدري ان الفوز كان مهم لمواصله العروض، شوفوا المدرب اللي حقق الدوري من بدري قوي غيره كان ممكن يسافر يتفسح وياخد اجازته، لكن الراجل منشغل بتسجيل ارقام تفوق خاصه عشان كده بيجدد دوافع اللعيبه. بيقول ان احنا كان مهم جدا مواصله العروض والانتصارات اللي بيحققها الفريق رغم حسم الدوري مبكرا قبل نهايه المسابقه بست اسابيع عشان ما ننساش. واوضح حسام البدري ان الاهلي من هذه المباراه خرج بعدد من الايجابيات زي ما قلت لكم، حطم رقم القياس ال 72 هدف، سجل ال 72، ايضا حقق انتصاره رقم 27 وده شيء رائع جدا. لكن قال ان وليد ازارو اصابته بشكوى او شكى من اصابه في العضله الخلفيه يعد من اكبر الخسائر في هذه الفتره. واظهر حسام البدري رضاه التام عن محمد شريف لاعب الاهلي الجديد الوافد ليه اللي بدا ياخد فرص وسريعا بدا يعبر عن قدراته، وقال ان هيبقى له دور مهم مع الفريق في المرحله اللي جايه، ومنح فرصه للاعب الصاعد احمد حمدي اللي ظهر الحقيقه بمستوى هايل جدا يبشر بمستقبل جيد ويطمئن كل جماهير الاهلي على مستقبل صانع اللعبه يا باشمهندس. عجبني قوي ان هو الدفعات المعنويه بقى لاعب زي محمد شريف الناس لسه بتشوفه يطمئن الناس ان هو شايف حاجه كويسه في اللاعب ده. اما احمد حمدي كلنا شايفينه كلنا مقتنعين بيه وهو بيؤكد انه مقتنع بيه وهيديله المزيد من الفرص لاكتساب حساسيه المباراه. كريم ندفت برضو كريم من العناصر اللي خدت وقت كافي وحسام البدري مقتنع بيه وهو حقيقه لاعب هايل. بص كريم ندفت هايل بس كل بيقول لك لو لعب في مكانه
كمدافع حتى هتشوف منه اداء عالي جدا. واعتقد الفرصه جات له. نتمنى اولاد النادي لما يتالقوا بسماتهم الشخصيه والاخلاقيه هم ابرك. هم الافضل. طبعا. ما اجيبش واحد اغامر. لكن انا حظي كويس لحد النهارده ان 80% من الناس اللي بتجيبها من بره بتبقى فيها سمات الاهلي. فيا رب نكمل على كده. وليد ازارو، يعني انت في الوقت اللي الناس شككت في قدرات وليد ازارو، طيب، فاذا بهذا الفتى المغربي يقود الاهلي لتحطيم رقم قياسي. لا انت فاكر هتقول حاجه تانية وتنصفني. في عز التشكيك انا كنت بطلع اقول ايه؟ بتدافع عن وليد، بقول اللعيب اللي يوصل كتير انا معاه. صحيح، لان القرارات الانفراد اصعب قرارات يا جماعه لاي لاعب على مستوى العالم. فكلها كانت انفراد لسرعته الفائقه ولانه هو كان ايجابي، ما هو يقدر يكسل ويباصي وما يحطش نفسه في المواقف البايخه اللي جابت له وجع الدماغ، لكن هو شخصيته كويسه فقدر بثقته في نفسه انه في اول موسم ليه يبقى هداف الدوري اهو. غيابه على الماتش وصاحب رقم قياسي كمان. صحيح، غيابه على ماتش الزمالك يأثر طبعا، كانت فرصه له قد يحطم رقمه. كنت اتمنى. نتمنى له الشفاء ان شاء الله تعالى. كان طبعا حسابات الكابتن حسام هيقول لك الكاس بقى اهم من الدوري، خلاص يعني لازم يبقى عامل حسابه. دي بعض الاهداف اللي احنا هننتقل لها تاني كمان، لكن القمه بقى حكايه وغنوه وجون يا باشمهندس. الاهلي والزمالك دايما وابدا لقاء قمه، مهما كانت الفوارق بين الفرقتين، مهما كانت المسافات، مهما كان الموقف في الترتيب، تبقى مباراه الاهلي والزمالك مباراه قمه مؤكد. ومحدش يكلمني على ترتيب الفرق ومراكزها، يعني اللي اطاح بفرصه المان يونايتد على الدوري فريق من الفرق المؤخره في الدوري الانجليزي، فما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها، لان الحقيقه الفوارق الفنيه ما بتبقاش بعيده قوي. الزمالك هو الزمالك، مسؤوليه الزمالك بتجبر اللعيبه ان يلعبوا بشخصيه الزمالك. فطبعا لازم نكون حذرين جدا في هذه المباراه، ولذلك اتمنى تاني، يعني انا مندهش جدا الحقيقه ان يظل بتسمع ان الزمالك بيئن من التحكيم المصري وبيتهمه بمجامله الاهلي وبعدين فجاه يرحب بالتحكيم المصري. انا ما بقتش فاهم. رايك ان ده ترحيب؟ لا مش فاهم، يعني ايه مغزاه؟ يعني طب ما انت بتقول طول عمر التحكيم بيجامل، ما بلاش بلاش الاهلي، بلاش التحكيم المصري. ولا هو بقى الملاحظ ان من خلال التحكيم الاجنبي ما بقاش في الحجه دي، مش قادره تتقال ان التحكيم بيهاجم او بيجامل الاهلي، فقال لك نرجعها تاني مع التحكيم المصري يمكن نمررها المره دي. لا انا رايي يا اتحاد الكوره، ارجوكوا خلاص الموسم بيتقفل، قفلوه بخير. انا مش مرتاح. انت مش مرتاح؟ لا مش مرتاح ولا انا. طب نعمل ايه؟ نقول الكلمتين بما يرضيه يرضي ضمائرنا، ونطلب من اتحاد الكوره انه ما يحضرش العفريت اللي ما يعرفش يصرفه. الحقيقه انا بستغرب حاجه، مالهاش دعوه بتقديرنا للتحكيم المصري. طبعا طبعا، ده بالعكس، ربما كان تقديرنا للتحكيم المصري وخوفنا عليه تجنيبه كل هذه الضغوط وهذه الظروف وهذه التلكيكات بصراحه كده. مش يعني مرتاح، قرار مش مفهوم، لانه هو لما يكون رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عنده كل هذه الشكاوى من التحكيم والتشكيك فيهم والتطاول عليهم والتهجم عليهم وانتقاداتهم، وفي اسماء معينه هو مش عايزها تحكم وكانوا بيتدخل ان الاسماء دي ما تحكمش لا للاهلي ولا ليه هو، لما يكون عنده كل هذا التدخل في منظومه التحكيم، هذا التدخل اللي ادى الى عزل اكثر من رئيس لجنه حكام في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا بسبب ضغوطات مرتضى منصور على مجلس اداره الاتحاد، وكلكم تابعتوها وشفتوها.
لما يكون هذه الشكوى موجودة، ايه معنى ان اتحاد الكرة في هذه المباراة في هذا التوقيت وهذه الظروف وهذه المشاكل ولا ترحيب حاجة برضو يجيب حكام مصريين فيبقى في ترحيب؟ كابتن سيد عبد الحفيظ ابدأ اندهاشه زي ايه؟ وتحفظه طيب على اختيار الطاقم الحكام المصري اي حكام مصريين. طب ما انتوا لعبتوا الدور الاولاني بحكام اجانب، ما قرار الاهلي والزمالك حكام اجانب ملوش علاقه بالمستوى الفني ولا ترتيب الفرقتين ولا الموقف التنافسي، هو قرار يراعي المصلحه الجماهيريه، قرار يتحسب للحساسيه اللي بين الناديين، قرار بيخرج بالمباراه الى بر الامان. ومش عايز حد والنبي يشكك في جزئيه احنا امتى هنفضل نستعين بحكام اجانب وانه ده خصما من رصيد الحكام المصريين. يا سيدي ما انت بتجيب ما انت بتجيب مدربين اجانب. هو انت لما جايب مدرب اجنبي للمنتخب ده انتقاص من المدرب المصري؟ لما انت سامح في الدوري او في الكره كلها بلعيب اجنبي موجود في الدوري، هل ده انتقاص من اللاعب المصري؟ ايه فكره كل دول العالم بتستعين بحكام من براها لاداره مبارياتها؟ ده كلام بس، ده كلام. لا ايه 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 ثقافه البغبغانات اللي احنا بنرددها على طول؟ يا عم لا والله ولا بغبغانات، كل واحد بيقول عارف بيقول ايه. ده كلام مقصود بيه ان المره دي يتحكم تحكيم كده. لا يا عم لا، من فضلكم الموقف لا يحتمل هذا الكلام، لا يحتمل المغامره والمخاطره، من فضلكم. وبعدين افهم انه كان المبرر تكريم الكابتن جهاد جريشه بمناسبه اختياره كاس العالم، ماشي نفهمها، حتى وان كان ده تعريض للراجل لضغط عصبي واختبار في توقيت. انا اكرم جهاد جريشه، ده هو جهاد جريشه لما حكم ماتش وكان طالع بعديها المعسكر حصل مشكله هددت ترشيحه. يا عم احنا بنلصم الناس، ما ينفعش الكلام ده. محدش فاهمني ان هو مش شايف المخاطر دي كلها. يعني احنا مش اللي احنا العفاريت وهم شايفين كل حاجه. لا ما تبقاش شايف الخطر ورايح له. ما ينفعش. مريب. مش على حسابي. مريب. مش على حسابي. بس كده خلاص. ايوه. مش على حسابي. خلاصتها كده. اعمل حكام اجانب يفوز الاهلي يخسر خلاص انتهت الليله. ياما كتير جدا. نفس الشيء. هتجيب لي حكام مصريين، اي فرقه هتخسر هتتلك، اي فرقه هتخسر هتتلك. طبعا 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 طبعا. لا استثني الاهلي. طبعا. واخد بالك؟ لا استثني. اي خطا للحكم المصري ضد الاهلي هيبقى التفسير الوحيد ان الحكم اتاثر بضغط مرتضى منصور. ما اتحسبتش على عبد الله السعيد ده لو حكم مصري، كان خلص منها لحد النهارده؟ لا طبعا. وراح السوبر. وخلاص. وانت لانك على الاقل على الاقل ما تقدرش تفتح بقك، ده حكم اجنبي لا يعرفك ولا يعرفه. ولو انه كان ليها ملابساتها يعني. ورغم هذا خلاص ابعد عن الشر وغني له. انت تلاحظ انه حتى ادري عبد العظيم، شوف الزمالك انسحب من مباراه ادري عبد العظيم بقاله قد ايه؟ النهارده بيعترف انه الجون كان سليم بس بصراحه قلنا نلم الليله ونمشي. ده لو كان حكم مين اللي مش قادر اللي بيعترف؟ ده اللي ده نبيل محمود. ايوه. واخد بالك؟ فانت النهارده هو ده. مش عايز اقول لك تفاصيل القعده اللي كانت مع الدكتور عماره. لقيت قالوا كده، قالوا لا حكم، احنا عايزين حكم اجنبي، احنا بنرشي الحكام المصريين. فقلت الكابتن حسن يلا بينا كابتن، قال لي، قلت له ما سمعتش التعليق؟ يعني وصل الامر ان اتقال كده، وكان قاعد اللي هو حرب دهشوري وكان قاعد فانما هو طبعا ده مش حقيقي، انما هو قالها، اللي قالها قالها ليه؟ عشان يخوف الاتحاد ولازم يجيب حكم اجنبي. وكما توقع بمجرد حصل تلكيكه حصل انسحاب حصل مشكله. طب ما كنت جبت حكم اجنبي فعلا وخلصت. ايه التشبث ده؟ من يوميها والحكام الاجانب هم اللي بيجوا. انا مش عايز الظرف ده يتكرر. هو يعني زي ما بقول لك حتى الحديث على حته طب امتى حكامنا المصريين هياخدوا؟ يا سيدي ما بياخدوا كل الموسم. خلي بالك بناقص لقاء الكلمه اتقالت، وانا بقول لك اتقالت بهدف غير حقيقي طبعا. لان لو ده حصل ما كانش هيقولها. مش هيقولها. هو لكن هو كان قايلها عشان
يضغط فلازم تجيب اجنبي يبعد عن التحكيم المصري. ويا ريت اتحاد الكره عمل كده. لانك ما حدش بيقول الكلام ده وما يصحش يتقال بصراحه. فما تديش فرصه لحد يقول. شوفوا ميزان المباراه اللي جايه مباراه الخميس رقم 116، لقاء القمه رقم 116. الاهلي حسم الدوري للمره 40 في تاريخه قبل النهايه بست اسابيع، وكده يكون الاهلي وصل للبطوله رقم 135. احفظوا هذا الرقم جيدا لانه ده معناه الاهلي الاكثر تتويجا ببطولات كره القدم حول العالم. ادي رقم قياسي ملوش علاقه ب دولي مش محلي. ايوه البطولات القاريه اللي تم انتزاعها سواء من الريال او من برشلونه ملهاش علاقه بالبطولات القاريه. انا بكلمكم على اجمالي بطولات كره القدم الرسميه اللي بتتلعب. الاهلي عنده هذا الرقم القياسي العالمي، الاهلي الاكثر تتويجا ببطولات كره القدم حول العالم، عنده 135 بطوله. نادي الزمالك النادي المصري الثاني ليه عنده 69 بطوله. هم ايه بقى ال 135؟ ولو بصينا للاهلي والزمالك، لانه بمناسبه الاهلي والزمالك اي بطوله الاهلي اكتر حاجه واخدها الثاني بعد منه الزمالك. ما لقاش الزمالك طوال تاريخه فريق ثالث ينافسه على المركز الثاني في عدد البطولات. فاي بطوله هتلاقوا باستمرار الاهلي الاعلى فوزا رقم اثنين بعد منه شقيقه المباشر الزمالك. الاهلي وهو عنده 135 بطوله، الزمالك عنده 69. 130 بطوله حرام مقابل 69 بطوله حلال. يا حلالك انت. ما اوكي قولها بقى عشان يعني بدل ما غيرك يقول. عشان زياد يعرفها. سبحان الله. الاهلي عنده 40 دوري. الزمالك عنده 12 دوري. بمناسبه ان المباراه في الدوري. طب الاهلي عنده 36 كاس. الزمالك عنده 25 كاس. باستمرار هتلاقي التاني في اي بطوله للاهلي في مصر الزمالك. كاس السوبر الاهلي خده 10 مرات، السوبر المحلي، الزمالك خده 3. كاس السلطان حسين الاهلي خده 7 مرات، الزمالك خده 2. دوري القاهره الاهلي خده 16، الزمالك خده 13. كاس الجمهوريه العربيه المتحده ابان الوحده مع سوريا الاهلي فاز بيه مره، الزمالك ما كسبهوش. كاس الاتحاد المصري الاهلي خده مره والزمالك خده مره. دوري ابطال افريقيا الاهلي عنده 8 القاب، الزمالك عنده 5. بطوله افريقيا للانديه ابطال الكؤوس اللي الغيت وادمجت في كاس الاتحاد. انا كان نفسي نحط الكلام ده على الشاشه عشان اللي عايز يسجل. الاهلي عنده 4 والزمالك عنده بطوله. الكونفدراليه الافريقيه او كاس الاتحاد الافريقي الاهلي عنده بطوله والزمالك ما عندوش. الجدول اهو قدام حضراتكم. كاس السوبر الافريقي الاهلي عنده 6 القاب، الزمالك عنده 3 القاب. الافرو اسيوي الاهلي عنده بطوله، الزمالك عنده بطولتين. دي البطوله الوحيده اللي الزمالك تفوق على الاهلي فيها لكنه ما استمرتش بعديها، الافرو اسيوي. ويا ريتنا يا ريتنا لعبنا بطوله ابطال الدوري ساعتها مش الكؤوس. هي هذه المفاجاه بتاعتك. البطوله العربيه للانديه ابطال الدوري الاهلي عنده مره، الزمالك ما عندوش. البطوله العربيه لابطال الكؤوس الاهلي عنده بطوله والزمالك ما عندوش. كاس السوبر العربي الاهلي عنده 2 والزمالك ما عندوش. البطوله العربيه الموحده الاهلي ما عندوش والزمالك عنده بطوله. السوبر المصري السعودي الاهلي ما عندوش والزمالك عنده بطوله، ودي البطوله اللي تقرر عودتها السنه دي ان شاء الله. اجمالي الاهلي عنده 135 بطوله في كره القدم متنوعه، والزمالك عنده 69 بطوله. رغم كل هذه الفوارق، رغم الفارق بين ال 135 وال 69 بما يساوي زيادة عن الضعف كمان، لكن صباح كانت محتارة. الأهلي والزمالك محتارة والله، حب الأهلي والزمالك حيرني والله. أنت أهلاوي أنت زملكاوي
انت اهلاوي انت زملكاوي الاتنين حلوين الاتنين واعين الاتنين جامدين الاتنين هايلين محتارش لمين ولا اشيل مين محتارش لمين ولا اشيل مين طبعا هذه هي أغنية الستينات. آه. كانت هيمنة كاملة للمسؤولين عن الكرة في مصر، وكان صباح عايز ترضي ولي الأمر طبعا، فكانت محتارة بس. هي كمان هيتش محتارة، وخلي بالك كانت مختارة لأن طبعا وقتها كان الأهلي كسبان كل بطولات الدوري، 9 بطولات دوري، وتم الإيقاف سنتين، وبعدين الزمالك خد مرة، مش عارف الحيلة جت لها منين يعني. طيب في الدوري بقى مباراة الخميس هي القمة 116، في ال 115 بقى ايه اللي حصل؟ في 115 مباراة أهلي وزمالك في الدوري، الأهلي فاز 43 والزمالك فاز 25 وتعادلوا 47 مرة، يعني التعادل هو الرقم الأكبر. بس الأهلي كمان سجل في الزمالك 144 جول مقابل الزمالك سجل في الأهلي 98 جول. ده المقارنة الرقمية في الدوري بين الأهلي والزمالك بمناسبة إن هذه المباراة أرقام كتيرة جدا، مش أهلي وزمالك هتوهنا يعني، الأرقام فيها مجهود بس ما كانش يعني، دي تحطها في المجلة عندك هتبقى رائعة، الناس تبقى سجل يحتفظوا بيه. طب تحب تشوف المرات الفوز الكبيرة أعلى الأرقام؟ مش الستة واحد بس على فكرة، الأهلي فاز على المختلط في دور القاهرة في ديسمبر 25. يا قلبك يا محمد يا مصطفى، انت شايل من ديسمبر 25 شايل، فاز الأهلي 6-0 على المختلط في دور القاهرة. المختلط فاز على الأهلي 6-0 في دور القاهرة في يناير 42، والأهلي فاز على الزمالك 6-1 في مايو 2002 بيبو وبشير، المباراة التاريخية دي يمكن بعض الأهداف. لكن أعتقد في لقطة من فيلم للنجم الراحل صلاح ذو الفقار، بمناسبة عمرو أديب أيوة، بمناسبة أنه باستمرار برضو السينما المصرية بتعالج سماعة الحظ إيه الحظ بين الأهلي والزمالك. ازيك يا مرجان؟ والله مش مبسوطة سعادة البيت. ليه يا مرجان؟ خليك تجنن أو زي شوية هز، لو ربنا ادانا شوية هز من اللي بيدي الأهلي بس. آه عشان الزمالك اتغلب يعني؟ نركع الفاينل إن شاء الله هناخد الكاس. طب تعالى يا مرجان. مرجان ما يختلفش عن زياد، لا التحكيم وده الحظ، وتبقى الأجيال بينهم بين مرجان وزياد
ضحايا لكل هذه التفسيرات، رغم انه في التحكيم طب يا جماعه ما بطولات افريقيا كلها بحكام اجانب والاهلي بيكسب. طب ما لقاءات القمه 99% منها حكام اجانب ولذلك عايزين نكمله بيكسب، واخد بالك؟ لكنه هي شويه هز او شويه صفاره. المباريات الحاسمه للاهلي امام الزمالك 20 ابريل 62، ده كان موسم 61 62، كان الاهلي عنده 27 نقطه وكسب الزمالك 3-0 في مباراه حاسمه على بطوله الدوري. دي كانت مباراه اهداف السايس وطارق سليم ورفعت الفناجيلي، والمباراه اللي اشتهرت باسم ريعو السايس وعلو مطر. 20 يونيو 80 الاهلي بيواجه الزمالك في لقاء حاسم، الاهلي كان عنده 48 نقطه، الزمالك كان عنده 46 نقطه، الفوز والتعادل يحسم اللقب للاهلي في ظل النظام كان وقتها الدوري الفوز بنقطتين. الاهداف اللي انتم شايفينها قدام حضراتكم يومها حسم الاهلي المباراه 2-1، سجل جمال عبد الحميد ومصطفى عبده في اول ربع ساعه، وفي الشوط الثاني سجل حسن شحاته هدف الزمالك عشان الاهلي يرفع رصيده للنقطه 50 وتوقف رصيد الزمالك عند 46. الحقيقه مصطفى عبده ربنا يديله الصحه. ما شفتش حد في ناحيه اليمين بهذه الكفاءه ابدا. دخلنا في المشاكل بقى. نيجي نخش في المشاكل ويا اهلا بالمشاكل. لكن شويه موضوعيه شويه، عشان أنا ما زلت مصمم إنه الأهلي ضحية السكوت. الأهلي لو بيلح وبيرغي ما تبقاش الصورة الذهنية عند زياد وعند مرجان بهذا الشكل. لكن الأهلي لما بيتعرض لخطأ تحكيمي، مش عايز أقول ظلم، لخطأ تحكيمي يترفع ويكتفي إنه ربيع ياسين الله يديله الصحة يعاتب الكابتن محمود عثمان انت لغيت ليه الجون، يقول له بس يا ولا اسكت، ولا حد بيتكلم ولا حد بيشتكي، مع انه الموقفين اللي هتشوفوهم حضراتكم مطابقين ان لم يكن للاهلي اكتر. لا الزمالك حتى لو اتحسب له الماتش ما كانش ياخد الدوري. بص، هدف حسن شحاته الملغي في مباراه الاهلي كان يوم 14 مايو 84، 4 مايو 84 الاهلي بيلعب الزمالك الاثنين متساويين في 34 نقطة. فارق الاهداف لصالح الاهلي. يومها فاز الزمالك، لا كان في فرق نقطة للنادي الاهلي. لا هو انت بتتكلم الاول على الزمالك، الاهلي كان 40. لا بنتكلم على هدف حسن شحاتة. سوري، ايوه هو ده. هدف حسن شحاتة كان يوم 8 مارس 81. 34 صح. 8 مارس 81. موسم 80 81 الاهلي بيلعب مع الزمالك، الفارق نقطة واحدة للاهلي. كان عنده 40 نقطة والزمالك عنده 39، خليكم ملاحظين، الاهلي 40 الزمالك 39 وبيلعبوا مع بعض. لو اتعادلوا ده خد نقطة، ده خد نقطة، مبروك الدوري على الاهلي. لو الزمالك كسب هيبقى خد نقطتين، لأنه وقتها كان الفوز بنقطتين، هيبقى 41 40. المباراة انتهت بالتعادل والاهلي فاز باللقب. يوم 14 مايو 82 الاهلي بيلعب مع الزمالك في الاسبوع قبل الاخير للدوري. الاهلي يتقدم على الزمالك بفارق نقطة واحدة، لابد للزمالك من المكسب. يسجل حسن شحاتة هدف سليم، هدف سليم، احنا اللي بنقول ده. جون حسن شحاتة في الاهلي هدف سليم. ألغاها الكابتن محمد حسام برايا من الكابتن عبد الرؤوف عبد العزيز. فتنتهي المباراة بالتعادل، فالأهلي يبقى 41 والزمالك يبقى 40، فيفوز الأهلي بالدوري. ما كانتش مباراة الدوري يا كابتن يا إبراهيم، ده بعد الأسبوع قبل الأخير. طيب ما هو الأسبوع الأخير غير الأمور دي، يعني حتى لو كان أنا عايز أعرف، ممكن تقولوا لنا الدوري انتهى بفارق كام نقطة يا جماعة؟ حد بس يقول لنا موسم، لأن دي مهمة جدا. بالنسبة لي على الأقل 80 81 بتاعت حسن شحاته، لا اللي هو موسم 84. يا شوارب خلي محمد بس يشوف لنا الموسم ده الدوري خلص فارق كام نقطه.
هنشوف الدوري في هذا الموسم 80-81 انتهى على ايه. لكنه اللي انا بستحضره يا جماعه المقارنه ما بين جون حسن شحاته لما بيتلغي وجون ربيع ياسين في بعديها على طول لما يتلغي. ده الهدف من المساله. شوفوا جون ربيع ياسين لما بيتلغي 4 مايو 84 الاهلي بيلعب الزمالك، الاثنين بالمره دي بقى متساويين 34 نقطه وفارق الاهداف لصالح الاهلي. يومها فاز الزمالك بهدف ايمن يونس والحكم الكابتن محمود عثمان الغى جون ربيع ياسين. هنشوف الكابتن ربيع ياسين بس نشوف شوارب كويس. نشوف ادي كورنر، ادي الكابتن ربيع ياسين طالع نطط لوحده ونطط وحط الكره في الجون اهي. لغيته ليه بس يا ولد؟ بس يا ولد دي بطولة، ما حدش يتكلم فيها بطولة، دي بطولة بس يا ولد، دي بطولة راحة بقى. دي بطولة راحت بالهدف ده بس يا ولد. اهي اهي بتتعاد، ادي طالع وحط الكرة جون. الماتش انتهى بجون ايمن يونس فاز به الزمالك علشان يرفع رصيده بعد ما كان عنده 34 نقطة بقى 36 نقطة. لو الجون ده اتحسب الاهلي كان اتعادل. الماتش لو خلص 1-1 ايمن يونس للزمالك وربيع ياسين للاهلي كان هيبقى الاهلي عنده 35 والزمالك عنده 35. ده كان معناها انه الاهلي عنده فارق اهداف كان هياخد الدوري. هذا الهدف لغى او حرم الاهلي من بطوله الدوري، بطوله الدوري كامله بفارق الاهداف اللي كان معمول بيها وقتها. الاهلي مع المنيا 0-0 والزمالك ختام الموسم بتاع حسن شحاته والزمالك خسر من المقاولين 2-1. تمام يا باشمهندس؟ والله بص يا استاذ ابراهيم بقى 40-37 انا رايي لو خضنا في التفاصيل دي لان احنا كل دي امور ناقشناها قبل كده وبالدليل خلاص. لا انت كنت بتسال على بعد ماتش حسن شحاته خلص ايه بقى؟ الاهلي تعادل مع المنيا 0-0 والزمالك خسر من المقاولين 2-1، فبقى الاهلي عنده 40 نقطه والزمالك عنده 37 نقطه. طيب لو لو الزمالك اتحسب له ماتش حسن شحاته مين كان يفوز بالدوري؟ مين كان كان الزمالك هيبقى ها اديله بونت كمان؟ لا كان الزمالك نازل من الاهلي بونت وطلع الزمالك بونت ما كان 2 هيبقى كام؟ 40-39 الاهلي برضه بطل الدوري. ما كانش الاهلي هيبقى 40. ما انت لو الاهلي كام دلوقتي؟ 40 40 كويس؟ هتشيل هيبقى 39 للاهلي و37 زمالك، زمالك هيبقى 38 زمالك يبقى الاهلي بطل الدوري. هدف يعني حسن شحاته العمالين يقول لك ضيعتوا الدوري، ما ضاعش الدوري، ما ضاعش الدوري. انا فاكر عشان كده بقول لك اتوه. ده الاهلي تعادل مع المنيا، الزمالك خسر من المقاولين. ماتش ربيع هو اللي ضيع الدوري على الاهلي الهزيمه. ايوه وفي دوري تاني اغرب منه عشان اللي بيقولوا نادي الدوله ونادي اتحاد الكوره مباراه فاصله، الاهلي متقدم فرق بونت ومباراه ختاميه بين الاهلي والزمالك، ومنتخب مصر رايح يلعب ماتش ودي في الاردن بمناسبه افتتاح اول ملعب نجيل صناعي والمدرب كابتن فؤاد صدقي والكابتن هاني مصطفى، وخدوا 9 لعيبه من النادي الاهلي واثنين لعيبه من الزمالك ولم تؤجل المباراه رغم اهميتها، ورفض اتحاد الكره تاجيل المباراه والاهلي لعب من غير 9 لاعبين والاهلي اتغلب 2-1 وله ضربه جزاء لو احتسبت لشمس حامد واضحه 87-88 فاكره الماتش ده انا فاكره زي ما كنت دلوقتي ضربه جزاء يعني لعبت من غير لعيبتك بفرمان غريب جدا عشان يضيع الدوري وكمان تحكيمين اتظلمت فكانت عمليه غريبه قوي. ما علينا، احنا كل ده بنقول يا رب ليه بنقول هذه الاحداث الساخنه؟ عشان بنقول يا جماعه من فضلكم اعملوا تحكيم مصري، من فضلكم اجنبي، لان عندنا فقره مهمه يا استاذ ابراهيم عايزين نديها حقها. طيب عايز توقف عند انهي محطه؟ لا خلاص بقى نطلع فاصل، اذا كان عايز يطلع فاصل الاخير عشان نخش بقى على تحب تسمع ليلى نظمي بقى؟ تحب ليلى نظمي وهي بتغني ولا للأهل؟ نانسي عجرم؟ نانسي عجرم غنت للاهلي والزمالك، نانسي وليلى نظمي غنت سلام للاهلي، سلام للاهلي.
طب شوارب ذوقه رايح لنانسي، عامل ايه؟ نانسي واحده منهم، ما تعملش يعني الشيخ شوارب بيفضل الاستماع لنانسي حجر. انا اللي بخرجك فاصل. نشوف ليلى عشان نلحق ناخد الفقره الجايه. كده يبقى انتوا عارفين هنناقش ايه؟ مبادئ الاهلي. كنا دايما بنناقش مبادئ الاهلي في علاج الخروج عن النص، وكيف يعني يعلي الاهلي من قيمه المبدا على حساب ان الحرص على النتيجه، وان ربنا كان بيكافئه دايما بالمبدا والنتيجه. النهارده كيف يحافظ الاهلي من خلال مبادئه بعدم التفريط في حقوقه؟ ابراهيم، الحقيقه دايما وابدا الحقوق لابد ليها من مبادئ تحميها، ومش معنى ان الاهلي بيتمسك بمبدأه يفرط في حقه، مش معنى انه الاهلي يقول موقفه من عبد الله السعيد مش هيكمل معايا وما ينفعش يمثل للنادي الاهلي او مفرط في حقوق للنادي الاهلي، حقوق ادبيه او ماديه. انت اديت مثل كويس ان عبد الله السعيد من حق الاهلي مثلا، بس هو من حقي، بس انا مش عاجبني الموقف فمن حقي اخد قرارات. بالظبط، في حقوق ادبيه وماديه من حقي او لزاما عليا لحق النادي ان انا احافظ على هذه الحقوق. فدايما وابدا ما تاخدهاش مني. ايوه، الناس اللي بتحاول تجلد الاهلي بمبادئه لا، العبوا غيرها. في حقوق وفي مبادئ تحمي هذه الحقوق. الصح ان لا ده بيجور على ده ولا ده بينتقص من ده. قصة الأهلي بقى في دفاعه عن حقوقه من منطلق مبادئه قصة قديمة قوي من بدايتها في كرة القدم. على سبيل المثال، موسم 54-55 الأهلي بيلعب مباراة مع فريق سكندراني
صغير وقتها كان له تأثير وكبير، الترام. الترام السكندري بيلعب مع الأهلي في ملعب النادي الأهلي هنا في ملعب مختار التتش لاحقا. المباراة كانت قدام 25,000 متفرج، بيديرها حسين إمام عم الكابتن حمادة إمام الله يرحم الجميع، والمساعد بتاعه محمد حسن حلمي زمورة رئيس نادي الزمالك. فالمسألة يعني الصلاة على النبي. المباراة في حضور 25,000 متفرج يا باشمهندس، حسين إمام بقى كتب عنها إيه؟ إن أنا أنذرت توني لارتكابي أحد الأخطاء. توني ده لعيب الترماي، مهاجم الترام، قال لك لأنه ارتكب أحد الأخطاء، ولما جريت عليه ارتكب خطأ تاني، رحت جريت له لاحظت إنه في الناحية التانية في أزايز بتترمي في الملعب، اتجهت عليها وأنا راجع شفت التوني بيضرب طلعت عبد الحميد، فطلبت منه الخروج من الملعب مطرود، وما شفتش طلعت وهو بيضرب توني. ده الحكم. وإذا بالأستاذ، ده التقرير بتاع حسين إمام يا جماعة، الإمبراطور وقتها، بيقول لك وإذا بالأستاذ محمد حسن حلمي حامل الراية يدخل الملعب، وبيقول حسين إمام والقانون لا يعطي هذا الحق وقتها طبعا، واقترح علي طرد طلعت، والقانون يعطيه فقط وصف الحالة لكن لا يلزمه أنه يواجهني بالقرار. قال لك اللي بيقول ده عم الكابتن حمادة إمام، حسين إمام في تقرير رسمي. فقول فتشككت في الأمر، فشككت لأن راح بيقوله طرده يا كابتن ولم أستمع إليه، مش بيقوله ده ضرب وغير كل، بيقوله لك. وأنهيت المباراة في ميعادها المحدد بالظبط. قال حسين إمام تقريره دون أن يوجه أي إدانة للأهل يا باشمهندس. المفاجأة أن حسن حلمي كتب تقرير هو آخر، وما كانش مطلوب منه ده هو اللاين مان. ده كتب تقرير برأي في الواقع. كتب محمد حسن حلمي تقرير ذكر فيه أنه كان يجب طرد طلعت عبد الحميد لاعب الأهلي، وأنه الحكم حسين إمام ما طردش طلعت عبد الحميد رغم أنه قال له. المباراة بقى كان الترام متقدم بهدفين، بعديهم سجل حلم ابو المعاطي جون للاهلي من ضربة جزاء، ثم توتو سجل هدف التعادل للاهلي في ضربة رأس. اعترض لعيبة الترام لكن حكم المباراة حسين امام لم يتراجع عن احتساب الهدف. قبل النهاية بدقائق سجل وجيه مصطفى هدف الفوز للاهلي، احتج لعيبة الترام على النتيجة 3-2، استؤنف اللعب لغاية لما اطلق حسين امام صفارته معلنا نهايتها. على اي اي جون يجي. المباراه كانت بالمناسبه زي الايام دي 27 ابريل 55 في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم طيب. فبيجتمع اتحاد الكره عنده بلوتين، الاهلي كسب 3-2 بس عنده تقرير من الحكم حسين امام لصالح الاهلي، الامبراطور حكم المباراه، وعنده تقرير من محمد حسن حلمي اللي هو رئيس نادي الزمالك لاحقا ضد الاهلي، وانه كان لازم أن الحكم يطرد طلعت عبد الحميد لاعب الاهلي. اتحاد الكره عمل ايه وهو عنده تقريرين؟ الطبيعي يروح لتقرير الحكم طبعا، ده الاساسي. ده مش دور اللينزمان يقول له في الملعب خلصنا. لا، خد بتقرير المساعد. ده كتب ده اللينزمان مش تقرير، ده كاتب شكوى. بص ده بيذنبق الحكم. حسن حلمي كاتب شكوى مش كاتب تقرير. لا، المفاجأة ان اتحاد الكرة، ايوه ما دي عشان تشوف الاهلي هيدافع عن حقه ازاي ضد الطبيخ ده بقى. مين بقى اتحاد الكرة؟ اتحاد الكرة يجتمع ويقرر تجاهل تقرير الحكم حسين امام في تصرف غريب، ويقول انه قرر اعادة مباراة الاهلي والترام في طنطا بدون جمهور، وايقاف طلعت عبد الحميد مباراتين وتوني حتى نهاية الموسم. بصوا بقى، يعني رقم واحد بيتجاهل عشان لما الاهلي بياخد موقف بيقول لك دمه تقيل وعايز يخلق مشاكل. طب شوفوا لما يكون في اتحاد بيتصرف تجاه الاهلي بهذا الشكل، تجاه اي حد، ده خد قرار ان طلعت اتطرد. فعاقب طلعت الذي لم يطرد مباراتين، نقل المباراه لطنطا، قرر اعادتها، لغى نتيجه المباراه الاولى، كل ده بضرب عرض الحائط بالحكم الامبراطور حسين امام.
والإصغاء لرأي المساعد الزملكاوي طبعا قيمة كبيرة في تاريخ الزمالك بس محمد حسن حلمي كان المشرف الرياضي على كلية الزراعة وهو راجل زملكاوي بس هو كان عنده احترام لذاته يعني. طيب النادي الأهلي عمل ايه بقى؟ عبود باشا أحمد عبود باشا رئيس النادي مسافر بره، وأنا أعتقد يمكن الرحلة دي ما رجعش عبود باشا منها كتير لأنه بدأت قرارات يوليو الاشتراكية وأممت هو ممتلكات مش سنة 60 61 فكان في الفترة دي ما هوش فاعل، وهو بره رأس اجتماع مجلس الإدارة الأمير لاي عباس حلمي الغمراوي. اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت 30 إبريل 1955، يعني بعد الواقعة بثلاث أيام، اتعرض على مجلس إدارة النادي قرار لجنة مسابقة الدوري اللي انعقد في 27 إبريل بشأن إلغاء مباراة النادي الأهلي. شوفوا ده صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة، وهذه هي قيمة وثيقة ملك وكتابة، خط ما بنهرجش وما بندعيش. هذا هو محضر اجتماع الجلسة يوم السبت الموافق 30 إبريل سنة 1955، الجلسة العاشرة. عملوا ايه في المصيبة دي بقى؟ ما هو مفيش اهدار حقوق اكتر من كده، اكتر من ان انت تضرب بكلام الحكم كله عرض الحائط وتاخد بكلام اللاين مان. قرر مجلس ادارة النادي الاهلي، عارف قرار اتحاد الكرة ده يمكن 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 كان يبقى له معنى لو كان شطب حسين امام، انما لغى كل قراراته. الاهلي بقى ايه؟ سيما اوانطة، هاتوا فلوسنا. قال لهم بصوا بقى، الكلام اللي بتعملوه ده ما ينفعش مع النادي الاهلي، احنا مش مشاركين في هذا الاتحاد. من الاخر ستوب. بيقرر النادي الاهلي الانسحاب من عضويه الاتحاد المصري لكره القدم. بس في ايه؟ في سبب قانوني 100%. مش عشان كده الاهلي لما بياخد موقف بياخد موقف في الحق وللحق، ومفيش حد يقدر يقول الحق ما يقولكش ان الاهلي عنده حق في الجزئيه ديت. نادي بينتصر لراي الحكم، نادي بيرفض هذا الطبيخ، نادي بيقول لك القرار بتاع الحكم سيد الملعب، الحكم ما قالش كده، انت بتلغي لي نتيجه ماتش ضد قرار الحكم، وتوقف لعيب ما اتطردش من الملعب، وتعيد مباراه انا كسبتها وبدون جمهور وجمهوري ما عملش حاجه. كل هذه الاسباب خلت الاهلي ياخد القرار اللي هو الانسحاب من اتحاد الكوره. ايه اللي حصل؟ نتيجه لقرارات النادي بقى اتهز اتحاد الكوره، فاجتمعت اللجنه العليا في اتحاد الكوره يا باشمهندس يوم 6 مايو 55، يعني بعديها بثمان ايام. حاولوا يستنوا على الدنيا تهدى، المساله تبرد شويه، يمكن الناس تتراجع. بعد ست ايام بيجتمعوا يشوفوا تطورات الاحداث. كان من قرارات اللجنه بعد ما شافت اللي حصل اعتماد نتيجه مباراه الاهلي والترام 3-2 لصالح الاهلي. الموافقه على قرار لجنه الدوري بايقاف لاعب الترام توني حتى نهايه الموسم، واقامه مباراه الاهلي والاولمبي في طنطا بدلا من ملعب الاهلي، المباراه اللي بعديها. عقب برضه الاهلي. هو بيدور على اي حاجه يحفظ بيها ماء الوجه. فبيقرر اقامه مباراه الاهلي والاولمبي في طنطا بدلا من ملعب الاهلي، والموافقه على اقتراح عبد الرحمن امين كان رئيس اللجنه الاولمبيه وقتها باعتبار خطاب استقاله النادي الاهلي من الاتحاد قائما لحين ورود خطاب اخر من النادي يلغي الخطاب الاول. دي ناس بقى بتجر شكل. انا ديني اعتمدت النتيجه 3-2 بس مش هتلعب الماتش جه في ملعبك. لا، قال لك الجواب اللي انت بعته بتنسحب من اتحاد الكوره انا هعتبره قائم لغايه لما انت تبعت قرار جديد تسحب بيه القرار الخطاب بتاعك. فيها منطق، خد بالك فيها. وحيان الماتش الاولمبي لطنطا ما فيهاش منطق. طيب عبد الرحمن امين ده بطل سباحه مش كده، كان رئيس اتحاد السباحه بعد كده، رئيس اللجنه الاولمبيه وقتها، بيتدخل عشان يحاول يفض الاشتباك بين الاهلي واتحاد الكوره. اللجنة حددت آخر معاد للأهلي بالموافقة على هذه القرارات وسحب الاستقالة يوم 10 مايو، عندته أربعة أيام، قدامك أربعة أيام
تقبل اللي انا قلته وتسحب جوابك وتبعت جواب جديد تلغي بيه الجواب الاولاني. لكن مجلس اداره النادي يوم 8 مايو ما بتهددش في الجواب ده بقى. يوم 8 مايو سنه 55 اجتمع المجلس الجلسه 11 وقال ان قرارات اتحاد الكره لم تغير من الامر شيئا. فالاهلي لم يخطئ حتى يتم نقل مباراته مع الاولمبي خارج ملعبه. بالظبط كده. انت بتعاقبني ليه؟ انت حاطط لي حاجه عشان يعني شغل اذعان. يعني كسر نفسه خلاص. طيب الاهلي قال لك لا، انت قلت اعتمدت نتيجه الترام اللي هي طبيعيه. اللي هي الطبيعيه. ومشيت تقرير الحكم، طب ما الحكم ما كتبش حاجه ضدي. بتعاقبني بماتش الاولمبي اللي بعديها ليه؟ مثلا. فقال لك ايه؟ وبالتالي قرر المجلس ان قرار انسحابه من عضويه اتحاد الكره قائم. مش مساله ماتش. بالظبط. مساله انت بتعمل ايه؟ هنا بقى قرر اتحاد الكره نظام بقى الفتوانة، شطب الاهلي من سجلاته. شطب من السجلات، عقوبه جديده. النادي الاهلي استبعاده من سجلات اتحاد الكره، ده في الاهرام. عرض الكتاب الوارد من النادي الاهلي المورخ في 9 مايو الجاري والموقع من السكرتير الشرفي للنادي والمتضمن إصرار مجلس إدارته على الانسحاب من عضوية الاتحاد على اللجنة العليا، فقررت بحضور السادة رئيس الاتحاد والوكيلين وأمين الصندوق ورؤساء مناطق الإسكندرية وبحري والقنال ومصر الوسطى ومندوبي مناطق القاهرة والإسماعيلية وكذا وكذا اعتبار الأهلي، قرروا تأييد مجلس بعد 4 أيام فقط من قرار اتحاد الكرة. شوف بقى الموقف لما بيبقى موقف جماعي. اتحاد الكرة قرر شطب الاهلي، وبالنسبة للعيبة بقى اصدر قرار خاص بلاعبيه، قرارات هامة للاعبي كرة القدم، تسريح لعيبة الاهلي بقى. ووقتها شوف انت الاسماء هتلاقي كان فيها كابتن صالح كل الجيل ده وحلمي قرروا فيه بقى يخبروا اللعيبة، يخيروهم ما بين الانضمام لنادي اخر او الايقاف. يا تيجي تروح تلعب في نادي تاني يا هتتوقفوا. هو بيفرغ الاهلي من لعيبته مع منح لاعبي الاهلي مهله لمده شهر من تاريخ القرار. قدامكم شهر تقرروا مصيركم، يا تنتقلوا لانديه اخرى وتسيبكم من الاهلي ده لانه خلاص اتشطب وانتهى، يا اما هتتوقفوا. هم فوجئوا لعيبه الاهلي لعيبه الاهلي تاني يوم عقدوا اجتماع في النادي وقرروا تأييد مجلس إدارة النادي، لأنه شافوا بنفسيهم أنه النادي لم يخطئ وأن هم في مباراة الترام ما ارتكبوش أي خطأ، وقرروا تأييد موقف مجلس الإدارة وعدم ترك النادي والانتقال لأي نادي آخر حتى لو والاستمرار في التدريب حتى لو طالت مدة الإيقاف إلى أي عدد من السنين. وبتمرنوا خلي بالك. أيوه. أي عدد من السنين إحنا هنتوقف فيها. بس مجلس إدارة الأهلي على حق. طب بعدين؟ بس خلي بالك من الجملة دي، والاستمرار في التدريب. يعني احنا هنبقى جاهزين في ثقة في أي لحظة. في أي وقت. نتيجة لهذا الموقف المتصاعد من لعيبة الأهلي مساند لمجلس الإدارة واتحاد الكورة اللي ركب دماغه وصمم على شطب الأهلي، لازم يبان سبب. قرر مجلس إدارة النادي في جلسته المنعقدة 15 يونيو الشهر اللي بعديها 55، كان عبود باشا رجع، وجهوا الشكر لجميع فرق كرة القدم في النادي لما أظهروه من ولاء وإخلاص وأمانة لناديهم ورفضهم الانضمام لنوادي أخرى. ده الجلسة 13 اللي فيها مجلس الإدارة سيد المحترم الأستاذ محمد فكري أباظة وكيل شرف النادي، وحضور السيد المحترم المهندس أحمد عبود رئيس النادي، بيوجهوا الشكر للاعيبه الاهلي لما اظهروه من ولاء واخلاص وامانه لناديهم. طيب والحل؟ في هذا الوقت كان منتخب مصر في التوقيت ده، وهنا الظروف اللي هتحكم بقى. المنتخب بيستعد عشان يروح يلعب في دوره العاب البحر المتوسط، ولاعيبه الاهلي هم الاغلبيه في المنتخب وبيتمرنوا، والاتحاد المفترض بهذا الشكل يوقفهم او يشطبهم، فهيتحرموا من اللعب مع المنتخب، والمنتخب هيلعب دوره البحر المتوسط ومعظم المنتخب من لعيبه الاهلي برضو كالعاده.
تدخل رئيس اللجنة الأولمبية عبد الرحمن أمين تاني وتوسط بين الأهلي واتحاد الكورة، وتم الاتفاق على أن اتحاد الكورة يوقف قراراته المتصاعدة دي، والأهلي يسحب استقالته من اتحاد الكورة عشان يقدر الاتحاد ياخد لعيبة الأهلي في المنتخب. فالبطولة لم تستكمل لعدم وجود وقت لإكمالها بسبب دورة البحر المتوسط. انتهت إلى هذا الحد إنه خلاص اتحاد الكرة يلغي كل القرارات المتصاعدة ضد النادي، والنادي يسحب الجواب. هتولي يا عم الجواب اللي أنا كنت بنسحب فيه وخلاص، عشان دورة الألعاب، علشان المنتخب ودورة ألعاب البحر المتوسط. ولم يستكمل هذا الموسم بسبب هذا القرار، موسم 54-55 اللي ما تمش. وشيلي بقى على أزمة غزل المحلة على طول، لأن دي من الحاجات الغريبة جدا برضو. طيب برضو غزل المحلة والأهل ماله، عشان الناس اللي لسه بتتكلم على حاجة يعرفوا إنه في أخطاء في الحكام، زي رضا البلتاجي لما دماغه اتفتحت في مباراة الزمالك والمقاولين، والمقاولين كسبان بين الشوطين، وأعيدت المباراة عشان الزمالك يكسب المقاولين وياخد الدوري. الأهل ما بيزنش وما بيتكلمش فيها، زي ما بيتكلمش في جون ربيع ياسين. أزمة غزل المحلة كانت في موسم 75-76، الدوري كان من مجموعتين، الأهلي متصدر مجموعته في الدوري وما كانش خسر ولا مباراة، المحلة على قمة المجموعة الثانية وبينافسوا الزمالك. الزمالك اتقابل مع المحلة على تحديد بطل هذه المجموعة، عشان البطل منهم هيلاعب الأهلي على بطولة الدوري. المحلة متقدم، يعني ما عندوش مصلحة إنه يبوظ الماتش، لكن فجأة طوبة تيجي من المدرج في الدقيقة 26 من المباراة تفتح رأس عمر عبد الله جناح المحلة. كان المحلة متقدم على الزمالك 2-1. الحكم طبعا قرر إنهاء المباراة. اتحاد الكرة اجتمع وخد قرار غريب جدا، برضو من القرارات العجيبة لاتحاد الكرة. قال لك استكمال المباراة وما تبقى منها يوم الجمعة التالية، نستكمل الجزء المتبقي من المباراة بدون جمهور على أن تذاع تلفزيونيا. غزل المحلة اعترض على الظلم اللي حصل له، فقرر لما بتلغي المباراة لإصابة أحد لعبتك، أنت كسبان 2-0 خلاص. على فكرة نفس اللي حصل في ماتش المقاولين والزمالك اللي اتعور فيه رضا البلتاجي، وبعدين يعيدوا الماتش والمقاولين متقدم 1-0 فيرجع يكسب والزمالك وياخد الدوري سنتها. الخساره المحله قرر اللجوء للقضاء ضد قرار اتحاد الكوره. تدخل وزير الشباب والرياضه، وقتها كان رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه الدكتور عبد الحميد حسن، اوقف قرار اتحاد الكوره وشكل لجنه لبحث الامر. اللجنة أوصت بإلغاء قرار اتحاد الكورة، لكن الاتحاد أنت بتعمل كده؟ طيب راح لغي الدوري. قال لا، هتلغيلي قرار لجنة شكلها الوزير بحثت في الموضوع، لقت غزل المحلة مظلوم والاتحاد بيجامل الزمالك. خلي بالك والأهلي ما هوش طرف لغاية دلوقتي، بس هيدخل تانية. أيوة بس الأهلي هيدخل طرف دلوقتي. أنت بتلغي، يعني الوزير بيشكل لجنه تبحث الامر، اللجنه شافت انه المحله مظلوم، الجمهور الزمالك اللي رمى، وعمر عبد الله لعيب المحله اللي تعور والمحله كانت كسبان. لا، اتحاد الكوره بقى املغ الدوري كله عشان الاهلي نادي الدوله بالظبط. شوفوا بقى لما ايه الاهلي دافع عن حقوقه. الاهلي ما كانش طرف لكنه اصبح طرف. ليه؟ انا متصدر مجموعتي ومستني مين هيلاعبني من دول عشان اخد الدوري، فجأة انت لغيت الدوري، كنسلت كل التعب بتاعي طول الموسم، اهدرت كل حقوقي من خلال قرار انت خدته عشان تدافع عن قرار خطأ ليك. لجنة محايدة من قبل الوزارة قالت لك انت غلطان وانت بتجامل الزمالك وبتظلم المحلة. ايه اللي حصل؟ الاهلي شاف ان له حقوق ادبية ومادية في الموضوع، فعقد اجتماع. كانت النتيجة زي ما انتم شايفين محضر مجلس إدارة النادي.
إدانة قرار اتحاد الكرة بإيقاف الدوري، وإن الأهلي بيحتفظ لنفسه بالحقوق المترتبة عليه، والتنديد بأسلوب الاتحاد الذي حاول أن يحل مشكلة صغيرة بمشكلة أكبر على حساب الأهلي. طب وبعدين؟ اللي جاية بقى واحدة من بتوع الأهلي، التوقف عن الاشتراك في أي مسابقة ينظمها اتحاد الكرة من تاريخ صدور هذا القرار. ده كان فريق مرتجل. أيوة. مرتجل. 76. المحلة ما سكتش. قرر عدم الاشتراك في كأس مصر احتجاجا على إلغاء الدوري. رد اتحاد الكرة بقرارات أخرى على الأهلي وعلى المحلة. بص، هذا القرار انسحاب المحلة والأهلي من مسابقة كأس مصر، الأهلي لا يشترك في أي مسابقات للاتحاد المصري. أستاذ نجيب المستكاوي بعد اجتماع اتحاد الكرة اللي قعد ساعتين كتب في الأهرام مقالة، دي وثيقة أخرى، ده حديث المصطبة. قال الأستاذ نجيب المستكاوي نصا كده، قال الأستاذ نجيب المستكاوي اللي بالمناسبة الأسبوع ده كان بيمر 100 سنة على ميلاده عليه رحمة الله، حديث مصطبة الجبلاية أمس امتد 5 ساعات وزيادة، ناس فاضيين ليخرج علينا بقرارات رابعة مرفوضة شكلا وموضوعا. إن الاتحاد بقرار الإنهاء الكرة والذي تفادى مواجهة المشكلة الأساسية مباراة 16 إبريل وأراد أن يجامل وأن يداور ويناور وأن يمسك العصا من الوسط وأن يتجاهل الحق والعدل، لم يقم فقط من حفرة ليقع في دحديرة، وإنما دخل في منطقة الرمال المتحركة، وكلما حاول أن يتحرك خاض حتى اختنق. أمس في 11 مساء، إن الاتحاد مضى في حالة المكابرة التي انتابته وأبى الرجوع عن قراراته الخاطئة واستمر في الكيل بكيلين، ولم يسمع نصحا ولم يحفظ مسابقة، ودل على أنه غير أمين على كرة القدم. وإذا كان ملايين الناس قد خذلوا أمس حيث كانوا ينتظرون أن يستقبل الاتحاد، أن يستقبل الوسط الرياضي أو يستقبل الاتحاد، فإنهم يرجون أن يقال هذا، أن يستقيل هذا الاتحاد، فإنهم يرجون الآن أن يقال هذا الاتحاد في أقرب وقت، لأن وجوده في الوسط الرياضي أصبح مش ولا بد، وأصبح مصدر استفزاز. ده كلام الأستاذ نجيب المستكاوي. شوف بقى، خد الكبيرة بقى في الأهرام. اتفضل. خد الكبيرة بقى. اتحاد الكورة برضو في حاجة عنترية، رفض بيان الأهلي. خلاص؟ واعتبار الوضع في الموسم كما انتهت إليه الأمور، الأهلي متصدر لمجموعته. خلاص؟ إلغاء الدوري واعتبار الفائز في الموسم السابق هو بطل الدوري. اللي هو مين؟ اللي هو الأهلي. أيوه. القرار اللي صالح من كده؟ الأهلي. لو الأهلي عايز بطولة كان انشكح. هم فاهمين إنه كده بيرضوه. رفض الأهلي هذا القرار. اتحاد الكرة يرفض بيان مجلس إدارة الأهلي. هو ده اللي يلخص لك كيف يفكر الأهلي، ولا هو يتحرك من مبدأ ولا مصلحة. اتحاد الكرة بيلغي استمرار فوزه استمرار قراره بإنهاء الدوري أمام العام، واحتفاظ الأهلي ببطولة الدوري لأنه البطل السابق. طيب، لعدم استكمال المسابقة اللي كان متصدرها الأهلي بس مجموعتين. طب عندما يرفض الأهلي هذا القرار، ده ملخص الموضوع كله يا أستاذ إبراهيم. هو ده اللي بيلخص لك أن الأهلي يتحرك من مبدأ مش من مصلحة. طب ما كان خلاص الأهلي قال لك لا، ما تمنش عليا بقى، ما تمنش عليا، أنا أخد بطولة نظيفة بعرقي، إنما سيادتك ما تمنش عليا وتديني بطولة منحة عشان عايز تدارك صوفك والبلوى السوداء اللي أنت عملتها. لا، مش هقبلها، مش هقبل الاحتفاظ بلقب انا ما ساعدش ليه. يا دي الوكسه. طب وبعدين؟ اعمل الصح. ده الدنيا يعني اتوقفت وكل حاجه اتغيرت. الاهلي بيرفض قرار اتحاد الكره
ويحتكم للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، والمحلة بيعلن تمسكه ويرفض الاشتراك في بطولة الكاس. كتب بقى محرر الأهرام أن الأهلي رفض قرار اتحاد الكرة رغم أنه ينص على الاحتفاظ ببطولة الدوري، لأنه يريد الفوز بالبطولة لاعبا وليس منحة من اتحاد الكرة، فقرر تصعيد المسألة إلى رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة مدافعا عن حقه في استكمال البطولة. وكتب محرر الأهرام في نهاية تقريره عن شكوى الأهلي: الكرة الآن في ملعب الدكتور عبد الحميد حسن، هيجيب جون هيجيب جون هيجيب جون، الأهلي هيجيب جون. ده كلام الأستاذ نجيب المستكاوي. وبعدين الأهلي رفض الكلام الفارغ ده، فيتدخل الدكتور عبد الحميد حسن بصورة مباشرة، بصورة مباشرة. كل الوسط الرياضي ساعتها شايف اتحاد الكرة بيجامل الزمالك بوضوح، بيدوس على المحلة بوضوح، بيحاول يراضي الأهلي عشان يسكته، خد الدوري انت وخلاص، بس احنا ما نرجعش في كلامنا والمحلة يتحرم من الكاس. فبيفاجئوا بموقف محترم من الأهلي: لا، ألعب واخسر، بس ألعب مع مين؟ هو ده السؤال. أنا أول مجموعتي، مستني الأول بتاع المجموعة التانية. المحلة انتوا بتعاقبوه، بتلغي الدوري ليه؟ المحلة انتوا بتعاقبوه وهو بتقدم على الزمالك، بتلغي الدوري ليه؟ وبعدين عايز تراضيني؟ ده هو المعتاد على اللعيب، وهو المعتاد عليه، وهو المتقدم كمان في هو المتقدم الله، وهو المتصدر، فاهمني؟ طيب، دخل الدكتور عبد الحميد حسن شايف المسألة في منتهى الوضوح، ألغى قرارات اتحاد الكرة بإلغاء مسابقة الدوري. نظام لا، مش من حقكم تلغي الدوري، خلوا الدوري في الملعب والكل يلعب. اجتمعت لجنة المسابقات في الاتحاد، حددت لقاء نهائي الدوري بين الأهلي والمحلة باعتبار أن المحلة فاز على الزمالك 2-0 نتيجة لأن الشغب وإصابة عمر عبد الله. يعني بعد كل ده رجعوا للحق، بس بدل ما مجلس إدارة الاتحاد هو اللي يبان أنه هو انكسر، بصاها لجنة المسابقات، تقوم لجنة المسابقات ترجع لورقها الأصلي فيقولوا اللي انت حضرتك قلته، ده اللي اعتدي عليه عمر عبد الله، ده لاعب المحلة والمحلة متقدم. طب ما صحيح الشغب ده يعاقب الزمالك، فلجنة المسابقات اعتمدت فوز المحلة، فوز المحلة 2-0 ده ايوه بالظبط كما ينبغي، كان على اتحاد من اول لقطه في مباراه المقاولين والزمالك، احتساب الماتش 2-0 للزمالك للمقاولين، يوم يجامل الزمالك ويعيد المباراه ويفوز الزمالك ليفوز بالدوري المباراه اللي كان خسران هنا فيه. انتصر الاهلي في هذه الازمه لانه دفع عن حقه وعن منطقه وعن المنطق الرياضي وعن العداله اللي كل الناس شاهد عليها بما فيها وزير الشباب والرياضه. لا بس العظمه بقى يعمل يحصل ايه بقى يا استاذ؟ لعب الاهلي مع المحله مباراتين يكسبهم الاثنين فاصلتين، فيكسب 1-0 و4-0 اخد الدوري بعرق ومجهودي و5-0. مش تيجي في السجلات تقول ومنح الاهلي لانه البطل السابق ولم تستكمل مسابقه؟ بصوا التاريخ وشوفوا الاهلي كان بيحقق بطولاته ازاي. يعني بتقولوا حلال وحرام، بصوا الطبيخ كان ماشي ازاي. المكابره المكابره المكابره. طب نشوف هدف الاهلي الحقيقه، يعني من ضمن الوثائق دي احلى اجوان. انا عايز اشوف لكم هدف الاهلي الاول في نهائي دوري 76 بين الاهلي والمحله، المباراه الاولى 1-0. نشوف الجول لمختار، ماشي مختار لفتحي، مبروك فتحي بيلعبها قدام للخطيب على صدره وبيشوط الجول الاولاني للخطيب بعد الكاشفيه. ده الاهلي والمحله، الكره دي من فتحي مبروك لعبها لي فتحي، فخدتها على صدري ولفيت بيها وحاولت احطها في سقف الشبكه، والحمد لله كانت من الاهداف الحلوه قوي واللي خدنا بيها نتيجه المباراه 1-0. اكتر واحد مبسوط انا ان انا اشوف الاجوان دي، انا كنت في كندا وقتها ما حضرتش الماتشين دول فانا مبسوط جدا. شوف ال 4-0، شوف بقى ال 4-0 ماتش العوده 4-0 76. نشوف واتلعبت حلوه وبتفوز جول وشوطه حلوه، مصطفى عبده يجيب الثالث بقى، يجيب الثالث يجيب الثالث، هو المحلة تاني ده اللي بصاها هيجيب الجول، الجول الرابع ترجع تاني للخطيب وهو جول وبيفوز جول وشوط وبيفوز جول وشوطة حلوة، مصطفى عبده يجيب التالت بقى، يجيب التالت يجيب التالت، هو
المحلة تاني، ده اللي بصاها هيجيب الجول. ترجع تاني للخطيب وهوبا للخطيب وهوبا الجول الثالث والهدف. ترجع تاني للخطيب وهوبا. شفتوا الجمال، شفتوا المتعة، شفتوا القوة، شفتوا عزة النفس، شفت عدم السعي إلى مكسب رخيص، شفتوا يعني إيه أكسب بدراعي، شفتوا يعني إيه الرد على كل الأكاذيب بالمستندات، بيكسب بالتحكيم وبطولات حلال وبطولات حرام، وكل الوقائع بتؤكد أن اتحاد الكرة في كل المواقف كان أراد أن يجامل ضد مصالح الأهلي ولمصالح آخرين، وهو مساندته واللي عايز يناقشها أهلا وسهلا. إخواننا الأهلي مش عظيم عشان بيكسب، بيكسب عشان عظيم. رفض بطولة له أن يمنح بطولة لم يلعبها، وأصر على أن يلعب مع صاحب الحق الذي كان غزل المحل، وفاز عليه في المباراتين. أستاذ إبراهيم، شوفوا يعني لما استعرضنا اتحاد الكرة وعلاقته بالزمالك وعلاقته بالأهلي، لما تلاقوا في الواقعة الأولانية هنا المشير عامر رئيس الاتحاد الكرة وأخوه حسن عامر رئيس نادي الزمالك، والله زمان محمد حسين حلو، وتلاقوا الحكم أنت بتتكلم حسين على إمام الواقعة الأولانية وتلاقوا حسين إمام رئيس هو الحكم ومحمد حسن حلمي هو اللاين مان، وبعد كل ده يقول لك اتحاد الكرة أهلاوي نادي الدولة والتحكيم والأهلي نادي الدولة. هذا الكلام مهدى إلى أولادنا الصغيرين اللي طالعين بمختلف انتماءاتهم، أهلاوية زملكاوية اسماعيلاوية اتحادوية محلاوية، شوفوا واعملوا العقل وانتوا توصلوا للحقيقة فين. أستاذ إبراهيم، يوم الخميس الأهلي إن شاء الله عريس، لكن إحنا هنكون أجازة إن شاء الله الأهلي يوم عريس عشان تستمتعوا بمباراة القمة، ونلتقي الاثنين اللي جاي ان شاء الله. احنا مش اجازه، احنا مضطرين عشان المباراه الساعه مباراه القمه والاستوديوهات واهميه الحدث، فباذن الله نراكم على خير يوم الاثنين ان شاء الله. يا رب نراكم على خير، ويبقى الاثنين اللي بعديه بنحتفل مع بعض. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا مدافعا عن حقوقه بكل مبادئه وقيمه، ونلقاكم مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير مع زين النوادي.